أعزائنا المشاهدين. دكتور رشدي، يعني دعنا ننتقل الآن للتوجه المستقبلي. عم نقول، كنت تحكي دكتور إنه عن موضوع الشراكة، يعني لا شك إنه الصندوق ليس دفاعا عن الصندوق، لكن أنا بحكي عن واقع، وواقع استراتيجي وتخطيط استراتيجي عنده يعني خطط، وعم ببذل مجهود من أجل بالأخير يعني مستوى وسمعة البحث العلمي في الأردن. يعني لن يستفيد شخص، ولكن ستستفيد الأردن والسمعة. عم تحكي دكتور كنت إنه أنتوا بلشتوا كجامعة خاصة في عديد من الأمور، يعني كيف تقيم يعني أداء الجامعات الخاصة إجمالا وجامعتكم تحديدا في موضوع البحث العلمي، يعني سيما إنه الجامعات الخاصة لا ينقصها المال، يعني طبيعي هذا الأمر في تفعيل هاي الأمور اللي محتاجة إلها البلد. يعني صحيح، مما لا شك فيه أن المخصصات المعينة للبحث العلمي في الجامعات الخاصة موجودة المخصصات، في حين بعض الجامعات الرسمية وبزيادة كمان، في حين أن الجامعات الرسمية عندها نقص حتى في غير البحث العلمي، يعني هي بحاجة لدعم الدولة لا شك في ذلك. هذا أمر مفروغ منه، يعني لا أستطيع أن أنكره، هو موجود المخصصات، ونحن على القيادات الجامعية كما قال زميلنا إلا أن تتحرك، ولا بد من تشجيع زملائنا أعضاء التدريس. حركة البحث العلمي بدون قوة بشرية هي مقبلة على البحث، هذه القوة البشرية يجب أن تقبل على البحث العلمي وعلى يعني في الجامعة. أنا أتحدث خلينا عن جامعة دلتونة، ما بقدر ألم بكل الجامعات أكيد الخاصة بشكل عام، لكن نحن يعني من بعد ما خرج القانون وأصبح قيد التطبيق، مما لا شك سنة بعد سنة في تصاعد في تشجيع حركة البحث العلمي. صحيح، وقديش بتربط الترقية للأستاذ الجامعي بتقديم البحوث العلمية؟ يعني أعتقد هذا أهم شيء بترقية الأستاذ، إيش بقدم أبحاث علمية موثقة عالمية، يعني قديش تربطوها هاي بقضية الترقية؟ هو أصلا الترقية مصنفة، بعرف زميلنا مصنفة ثلاث المجلات العلمية والمؤتمرات مصنفة ألف باجيم، أو مستوى واحد مستوى اثنين مستوى ثلاث. صحيح. أنا اللي عنده مجلة عالمية معروفة في تخصصه بعطيها ثلاث نقاط، وباللي عنده في المجال الثاني بعطيها نقطتين، المحلية أو كذا بعطيها عادئة بعطيها نقطة. إذن أنا بشجعه مشان ينشر ويشارك في نشر بحوثه في مجلات عالمية ويشارك في مؤتمرات عالمية. يعني عندنا كفاءات تفكر وتقدم، وعندنا مصاري تدعم هاي الكفاءات. يعني إذن ما المشكلة؟ عندنا التمويل المالي. أنا أقول لك أحمل نفسي وزملائي، يعني أنا كأكاديمي، أنا أكاديمي قبل كل شيء، إحنا أعضاء التدريس بحاجة إلى أن نطور نظرتنا نحو البحث العلمي. لا نتوقف عند خدمة أنفسنا لكي نترقى، يعني لكي نأخذ ترقية، يجب أن نتحرك في تخصصاتنا لكي نفيد كذلك مجتمعنا. يعني بمعنى أعطيك مثال، وأنا هذا يعني في تجربة في جامعة الزيتونة، أعطيك مثال مثلا في كليتين، أعطيك مثلا في كلية الصيدلة وفي كلية الهندسة. كلية الصيدلة وقعنا، يعني أنا وقعت اتفاقية مع مدير مستشفى الحسين للمركز الحسين للسرطان، في أن يقوموا هم، لأنه عندهم عينات من الأمراض، من الخزعات المخضوعة والعينات المخضوعة من المرضى، بيحتفظوا فيها، عندهم يعني طريقة رائعة حديثة جدا في حفظ هذه العينات، لا نقوى عليها. الاتفاقية يتيح هذا المركز للباحثين لدينا بأن يعودوا إلى هذه العينات باتفاق فيما بيننا وبينهم، لكي يصل الباحثون في كلية الصيدلة إلى شيء من الممكن أن يفيد الإنسان الأردني وغير الأردني، يعني في الوصول إلى تفاعل الجامعات مع المجتمع المحلي بهذه الطريقة، يعني من هذا المرض، أو يساعد على الوقاية منه، أو يعني هذا الآن عندي بحثين أنا في هذا الأمر، يعني وصلوا يعني بلشت فيهم وعندهم على 24 شهر. يعني تعرف هاي القضايا بدها تجارب كثيرة، طبيعي يعني هاي الأشياء يعني من وهي الفخر أن يشار لها بالبنان، كل بحث يعني مدعوم بأكثر من 140 ألف دينار، كل بحث مدعوم، وهي فرق يعني من أربعة من الأساتذة المتخصصين في الأدوية والعقاقير والتحليل. يعني هلا معناته الحساب دي بلش من 2013 ل 2016، شكل هالامور لا عندنا بلشت كويسه سخنه. وفي الهندسه كمان مثلا دعمنا بحث يعني خارج نطاق الترقيه،
خارج اللي هي مثلا الطاقه البديله، الطاقه الشمسيه، هاي من اولويات الطاقه البديله الان. يعني احنا بنينا كليه هندسه الان بنستلمها ان شاء الله مع الصيف. هذه الكليه هي خارج كليه، يعني تختلف عن كليات مباني الجامعه، الطاقه فيها طاقه بديله، الطاقه الشمسيه هتكون يعني اضاءات تدفئتها. هاي استعنا في شركه فيلادلفيا اللي بتصنع لنا، لكن الباحثين قالوا احنا بدنا كمان نجري تجاربنا مع يعني الكليه. هذا هو على الدور هذا الامثل واللي كلنا بننشده ونطلع عليه يعني. يعني شيء رائع دكتور، يعني قضيه مثلا جوائز البحث العلمي واللي بتقدموها انتم، يعني مرات كنت تتحدث انه يعني في مجالات ما كان يقدم لها ولا حد 100%، او يعني او بتيجي بحوث لا ترقى حتى لمستوى يمكن اي طفل يطلع صحيح. عليها يعني فبرضه بنرجع لنفس الفجوه، واللي هو يعني الا احنا بنفتقد عمالنا للعقل الاكاديمي العلمي. اسمح اذا سمحتي لي، يعني انا خليني انا ابدا من حيث انتهى استاذنا الفاضل فضل. وبما انه هو الموجود الان في جامعه الزيتونه، هو لديهم 322 عضو هيئه التدريس. نعم 322 ابدا الان. نعم 322 عضو هيئه التدريس، يعني لا يعقل من 322 عضو هيئة تدريس انه يتحدث بس فقط الاستاذ الفاضل عن 4 باحثين ولا 6 ولا 10. الاصل انه على الاقل هم 322 عضو هيئة تدريس، هم 322 باحث. صحيح. لكن احنا كصندوق دعم بحث علمي نقدم، يعني ما بوسعنا نطرح اولوياتنا الوطنيه في كل دوره بحثيه. صحيح. يتقدم الباحثين وانت على اطلاع لانك بتواكبي وعلى اتصال مع الصندوق ومستجداته. نطرح الجوائز البحث العلمي، البحوث والبحوث المتميزة والباحث المتميز. طرحنا العام منح اللي هي الباس دوك، الدكتوراه المتقدم يروح يعمل يشوف العالم كيف بيشتغل. بدنا زملائنا الأفاضل يروحوا، الشباب الجداد اللي بيتعينوا في الجامعات يروحوا يشوفوا كيف العالم بيشتغل برا. حلو. وقلنا لهم أعطيك 25,000 دينار، واللي هي بعرف أستاذنا الفاضل اللي هي تساوي منحة الفولبرايت واللي هي أعلى منحة في أمريكا. 25,000 دينار، يعني لأنه رقم تعادل هي 33,000 دولار. أنا رحت فولبرايت أخذ 33,000 دولار. عندنا الآن زميل أخذها فولبرايت الآن في ميتشيغان ستيت يونيفرسيتي. 33,000 دولار، إحنا بنعطيه 25,000 دينار. لسوء يعني المسيء جدا أو المؤسف جدا، عفوا مش المسيء، المؤسف إنه العام الماضي لم يتقدم إلا 3 وأنا عندي 5 منح. السنة هذه عندنا 10، تقدم 1. إذا في عم باله تراجع. هل إنه الصندوق مقصر؟ ما أعتقد. على كل التسهيلات من 10 مقاعد لباس دكتوريه اوديهم على جامعات عالميه مرموقه تقدم 1. يعني اذا في خلل لدى اساتذتنا. اذا اذا نوعيه الخلل، لانه يعني حضرتك وكنت بالجامعات ويعني كيف يفكر الاستاذ اذا, إذا انا بدي اوفر له هالمبلغ واوفر له مكان واوفر له يعني شو بنقصه؟ يعني البنقصه انا باعتقادي انه جامعاتنا الوطنية دخلها بعض أعضاء الهيئة التدريسية هم فقط من منطلق، اسمحي لي بهالكلمة، جوع والراحة. ناخذ احنا نعطي هالمحاضرات ونسحب حالنا ونروح على بيوتنا. هدول فئة قديش بمثلوا للأسف؟ أنا لا أستطيع أني أتحدث عن نسبة محددة معينة، يعني لكن أنا لما بطلع على نسبة الإقبال على البحث العلمي والنشر ففي خلل واضح، وبالتالي أنا بعتقد أنهم نسبة كبيرة. لذلك على أنه أنا برأيي على الجامعات الأردنية أن تربط الترقيات أيضا ليس فقط في المشاريع البحوث بل بمعيار الاتش اندكس اللي هو على الساحة العالمية، قديش قيمة الباحث العلمية والريسيرش جيت سكور قديش بميز الباحث في نقاطه، وأيضا تربط الزيادة السنوية لمن يترقى إلى رتبة أستاذ، على الأقل أن يتقدم كل سنة في نقطة واحدة على اتش اندكس في معيار العالمي. هذا برفع سوية الأردن بنفس النقطة بنفس الوقت. أنا أتمنى على القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية، ومبارح تحدثت مع عليها دولة الدكتور عدنان في بدران في اللجنة، ولكن أنا باعتقادي عندما قال 3% للإيفاد والبحث العلمي من الكلفة التشغيلية أنا لا أتفق معه. أنا باعتقادي يجب أن لا تقل النسبة. صحيح. للبحث العلمي والإيفاد عن 10% من الموازنة السنوية في الجامعات يمكن. لأنه لما بتطلع جامعة من الجامعات الوطنية ربحها 14 مليون وشوي، تزيد عن 14 مليون جامعة وطنية ربح وفر فائض،
ومخصصات البحث العلمي 891 ألف دينار ومش عم بالها بتصرفها. أنا لما بتحدث عن إيفاد عن 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 إيفاد 594 ألف، 594 ألف مبلغ يلا يكفي لخمس طلاب أوديهم على جامعات عالمية، بيردو، MIT، ميشيغان أو إكسفورد أو أي جامعة عالمية، خلي يرجعوا نوعية جديدة من الخريجين يعودوا إلينا طبعاً بعقلية جديدة رسالة كما مختلفة كنا في السبعينات والثمانينات. طب دكتور، هاي العشر اللي ما تقدم لها إلا واحد، يعني أنا بعتقد زي ما حكت إنه هاي مسؤولية الجامعة، مسؤولية ليش أقول رئيس الجامعة إنه أنت لن تفرض، بس يعني التحفيز اللي عم بيقدموه الصندوق وأنتم عم بتقولوا أنتم بتحفزوا كجامعة، معناته إحنا عندنا خلل بهيكلة بتركيب الأستاذ الجامعي. يعني هل قد بتقدم له عروض ومش عم بيقدر ياخذ خطوة؟ والله ناقشنا في الجلسة مع دولة رئيس الوزراء وإحنا جالسين قضايا مثل هاي القضايا صحيح، وأشار زميلي إلى العضوية التدريس. يعني أصبح محبط التعيين. يعني التعيين في الجامعات الرسمية فعلا يجب أن يخضع لمجموعة من المعايير. قال جملة وتوقف عندها وما بنقدر نصرف فيها كثير، تسرب إلى الجامعات. صحيح صحيح. يعني من لا يعني ما يجب أن لا يكون عضوا في هيئة التدريس لأنه صاروا يجيبوا أعضاء، يعني تتفق معنا عشان معايير الاعتماد أصبحت يعني التعيين. أنا مش بدي، أنا ما بدي عدد، لا أنا بدي نوعية. بدي نوعية. بس أنتوا بتقبلوا عدد يعني دكتور عشان تطبيق معايير الاعتماد برضو؟ يعني هاي بتعمل يعني مع الحكي اللي حكاه الدكتور عبد الله إنه العدد عم تقبلوا أعداد مثلاً بس عشان معايير الاعتماد؟ يعني هل له علاقة بهذا الحكي؟ في كثير من التخصصات ما بينفع العدد، في أعداد كثيرة للعلم إذا بدك في مثلاً الإنسانيات في حاجات بالعدد، في بعض التخصصات لا تستطيع الا تاخذ النوعيه. بالضبط. الا تاخذ النوعيه اللي ما عملها بتقبل على استثمار الفرص اللي بتقدمها يعني نوعية. مؤسسه مثل صندوق البحث العلمي، يعني مؤسسه حكوميه. انا لا اجبر اي كليه ولا اي قسم، انا اي هم اللي بيختاروا وبقول لهم اختاروا النوعيه الرائعه. حتى في الافاد، ذكر الافاد، انا في الافاد لا اقبل الا الجامعات المرموقه. كل الموفدين عندنا الان 36 موفد بعاد منهم، معظمهم في جامعات امريكا. هذا الصح. معظمهم في، على فكره، في جامعات امريكا وبريطانيا. صحيح. ومعظمهم في امريكا. كيف بدي يعني استفيد من يعني استاذ جامعي لي لا يوفد لجامعه مرموقه؟ اذا سمح لي الاستاذ الفاضل، عندما اتحدث عن نسبه 2% في جامعه الزيتوني في عام 2013 واللي هي 415,353، هذول الثلاث موفدين، ثلاث مبعوثين انا اختار لهم وديهم على جامعات من التوب 10 عم باله أنا بصرف عليهم صحيح، لكن هالفائدة التي سوف أستردها منهم عندما يعودوا سوف يكونوا هم بوتنشال كثير ممتاز للريزنج فند، إنه يجيبوا لي دعم مشاريع بحثية ويحطوا اسم الجامعة ينقلوها من إلى. وهذا هي نقطة مهمة جدا، أنا بدفع عليه تكلفة في البداية لكن يجب أني أحسب الاستثمار في يعني فيما بعد. دورتوا على المشكلة دكتور؟ ممكن المواضيع اللي عم تطرحوها مثلا ما عم تعمل يعني قبول، يعني إيش المشكلة؟ إذا سمحتي لي أخت أماني، أنا ما بتحدث عن الباس دوك، منح الباس دوك أنا ما بحدد مجال، مفتوح على كل عضو هيئة التدريس في أي تخصص كان، في أي تخصص كان. يعني أنا عم بحكي بس كل ما هنالك يجيب يعني يجيب قبول. أنا شرط الصندوق انه يجيب قبول من افضل 100 جامعه عالميه ويمتاز امتحان التوفل اللغه الانجليزيه او الايلتس مشان يعرف يعمل كوميونيكيشن يتحدث مع الناس. هاي ممكن تكون احد المشكلات، اجتياز الدكتور للمعقول يعني لا ايش لا امتحان التوفل او الايلتس مثلا. ما هلا طالب الماجستير لا يخرج الا مجتاز الامتحان. قبول الاستاذ باحد الجامعات المرموقه برضه صعبه؟ لا مش صعبه. لا لا لا، على العكس الجامعات يعني العالميه. اذا سمحتي لي انا اشتغلت في معظم كثير من الجامعات الامريكيه وزرتها، وفي المانيا وفي فرنسا وغيرها. صحيح. من الجامعات ما عم باله. على العكس لما تودي انت كدكتور بدك لا بروفيسور في عنده فريق بحث علمي وتقول له انه ممكن اجي اشتغل معك على الموضوع الفلاني كبوستدوك، على طول بيرحبوا، لانه هم 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 بيرحبوا من منطلق انه هذا جاي فريش جديد بعقليه جديده. صح. من كلتشر جديده عم باله ممكن ينقل لنا افكار في البحث العلمي جديده. نعم. وبالتالي بيرحبوا فيه، على العكس ما عنده مشكله. بتهيب الدكتور الجامعي من الذهاب لهيك مواقع؟ يعني شو المشكله؟ لابد، شوفي، لابد من اول شيء تتوفر عنده الرغبه الداخليه الذاتيه عند عضو هيئه التدريس. في ناس، في بتحسي من الاساتذه اللي حواليك تحسي انه في ناس عندهم الرغبه والاقبال على البحث العلمي. زي ما قال زميلنا الان، انا رجع لي مجموعه من المبعوثين في الصيدله من ميشيغان ستيت يونيفرسيتي، من توليدو، الان
هم اللي قائمين بالبحوث العلميه الان في مجموعه مع زملاء، يعني مع زملائهم السابقين عندنا معينين الان. ليه؟ لانهم الحب البحث العلمي اللي وجدوه هناك ظل ملازم لهم، يعني مرتبطه. خلينا نقول بجيل، يعني الجيل الجديد هو الاكثر اقبالا على البحث العلمي من الجيل المتوسط او القديم. يعني والله ربما يكون في بعض التخصصات، نعم، لكن في برضو قاد، خلينا نقول قادة مميزين في البحث العلمي من الجيل السابق فيه. وما عندي في الهندسه في مجموعه يعني بيقودوا الاستاذ الجامعي يجب ان لا يتوقف عند نقطه معينه. لا هو يجب يعني عضو هيئه التدريس يجب ان لا يتوقف عند نقطه معينه، وعندما يصبح الدكتور استاذ في رتبه الاستاذيه يجب ان يبدا ان يفكر في نوعيه البحوث، لا بكم البحوث التي ينشرها لاغراض الترقيه. ويجب على عضو هيئه التدريس عندما يحمل رتبه الاستاذيه ان يشكل، ان يصبح نواه لفريق بحثي مثل الفراش يدور حوله، وهم هيك بيشتغلوا في العالم. يعني لكن يعني اذا انا ببقى اسير على هذه الحالة في هذه المخصصات البحثية وبناقش فيها بهذه الطريقة، يعني مأساة يعني. أنا لا أعتقد أنه على مدار العشر سنوات القادمة أنه إحدى جامعاتنا الأردنية ممكن تصبح في ضمن قائمة 500 جامعة. يعني حتى كمان يجب 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 علينا أنه الآن نعيد ترتيب أوراقنا بشكل جدي، بدل ما بعدنا نناقش مع اسمح لي أستاذنا الفاضل ب 3% من الكلفة التشغيلية أو من المؤازة السنوية، يجب أن تصبح هذه الرقم 10%، ويجب أن يربط في الاتش اندكس للترقية وقديش عضو هيئة التدريس بحصل. هذا بحاجة لإيش؟ لأن يرتفع نسبة العشرة. التشريع ما في داعي موجود. هل هذا الكلام مبارح بلقائكم مع دولة الرئيس يوم السبت؟ يوم السبت كان في حكي بهذا الموضوع، هل وجدتوا جدية من الحكومة بأنها تدعم البحث العلمي بهاي الطريقة اللي عم تحكي عنها دكتور؟ إذا سمحت لي أنا كحكومة، ما في هي المؤسسة الوطنية الرسمية الوحيدة صندوق دعم البحث العلمي. صحيح. وأنا الآن كصندوق دعم بحث علمي، كأنا مدير عام صندوق دعم بحث علمي، لدي من الكافي من التشريعات. وأتمنى على زملائنا الأفاضل أن يتقدموا ببحوث علمية رصينة راقية، اللي لما أبعثها للتحكيم تنجح في التحكيم من قبل المحكمين الأساتذة. وإذا عندنا إحنا بروسيجر، وبالتالي إحنا ما عندنا حدود للدعم، وما منقول زي ما كانوا أول، يعني كان في بداية الصندوق أني أنا بدعمش غير 10%. لا، أنت بتعرف إحنا يعني فتحنا الباب، فتحنا الباب، الدكتور يعني فتحنا الباب للجامعات الخاصة، فتحنا الباب للمؤسسات، قلنا أي مواطن أردني لديه فكرة إبداعية راقية ترقى أن تكون مشروع بعد ما يتقدم فيها، تعال اتفق مع أستاذ في جامعة حتى أضمن فلوس الصندوق أنه تصرف في الاتجاه الصحيح لأغراض البحث العلمي. وضعنا حوافز لأعضاء الهيئة التدريسية أنه عضو هيئة التدريس عندما يتقدم ببحث، قلنا أنه 20% من قيمة الإجمالي الدعم اللي بحصل عليه مكافآت، وإذا كانوا فريق أكثر من اثنين يعني 2-30%، وإذا كانوا فريق أكثر يعني تصل إلى 40%. أكثر يعني أكثر من أكثر هيك كتير من ما حدا بيقدم لدعم البحث العلمي. صحيح. وحوافز للباحثين، لكن إحنا أيضا باحثين زملائنا الأفاضل ليس كلهم، هناك فئة متميزة طبيعي وجادة، إنما البعض الآخر يأخذ البحث العلمي ويعتقد أنه أنا مجرد ما حصلت على دعم بحث علمي أكتب إيش ما كتبت. صحيح. هذا الحكي ما بزبط. الآن يجب أني أنا أتقدم بتقارير الفنية الكاملة والتي سوف تحكم من قبل مختصين، ويجب أن أنشر في مجلة علمية إمباكتد ترفع سوية الأردن وترفع سوية الجامعة. مزبوط مزبوط. هذه يعني النقاط التي يجب أن نركز عليها. يعني والله وبالتالي يعني الأستاذنا الفاضل كرئيس جامعة هو يستطيع وما بحاجة لتشريع أن يقول أنا ما بدي 3%. إيش موضوع 3% من الموازنة السنوية ولا هي مبلغ يعني مبلغ 400 أجنة؟ يستطيع أن يقول أنا بدي أضع مليون دينار من موازنتي. أنا في يعني سيما عم نحكي عم بحكي دكتور عبدالله في سنة 2000 لسه ما جتك الموازنة، سنة 2013 تجاوزت يعني سيما أنه عم بحكي عن ملايين 3% عن ملايين أرباح صافية لبعض الجامعات. يعني هل ممكن أن ترفع النسبة ل 10% بدل 3 و2%؟ يعني شوفي ممكن رؤيتك إذا تقدم لك، إذا تقدم إلي في إدارة الجامعة في رئاسة الجامعة مجموعة من البحوث العلمية الجادة، لا أنظر إلى كم إن كم صار كديش كم مجموعة، لا أنظر. يعني ما عندكم مشكلة في مجلس البحث العلمي وفي مجلس العمداء، لا ننظر. كرئيس جامعة أنت صاحب قرار الجامعة. نعم. وملاك الجامعة لا يتدخلون في هذا الأمر. في هذا الأمر العلمي لكم خيار. لا عند استقلاليتي. لذلك حتلاحظ وأنا هاي أبدا حيلاحظ في موازنة 2013 تجاوز 3%. ليه؟ لأننا حينما تقدم لنا مشاريع البحوث العلمية المدعومة في الجامعة من الكليات
لا نقول بكفي اليوم أو بكفي هذا العام، هذا لا يجوز، لا نقول ذلك، خلص على طول الموافقة على الدعم فورا للتنفيذ خلال مثلا هذا البحث خلال 10 أشهر، هذا خلال 12 شهر، هذا خلال 18 شهر، وبنعطي القرار ويصدر القرار للتنفيذ يعني فورا. مشكلة المالية يعني مش يعني لا نجمع يعني لا نجمع يعني كم صار دكتور لا نجمع كم هذا قديش صرنا لحد اليوم يعني كمان عمري ما جمعت يعني من يوم ما صرت رئيس كم صرنا مخلصين دكتور يعني غابت أسماء الجامعات الخاصة عن جوائز البحث العلمي، يعني ما في أسماء من جامعات خاصة يعني هي إذا برضه نفس النقطة من أنا بدي أجاوب يعني عن الدكتور إذا بتسمحي لي أنا بدي أجاوب يعني جامعة الزيتون العام الماضي عندما في إحدى التخصصات أو في إحدى الحقول عندما تقدموا حقيقة كان أحد الأساتذة فيهم ترتيبه رقم واحد، لكن لم يحقق المعايير العامة بين المتقدمين كان رقم واحد بكل الجامعات تمام. لكن ما وصل للحد اللي بحطه الصندوق انه يجمع 70 نقطة للحصول على الجائزة، هذه كانت النقطة التي اخفقت فيها. ما انا نتقدم يعني لا لا, لا انا انا يعني نتحدث احنا نتمنى على كل جامعاتنا ان تتقدم، نتمنى على كل جامعاتنا. انا ما بحكي عن 14 مليون ربح بلاش منهم يا عمي، انا بدل ما اقول 14 خلي يكفي 10 وخلي 4 لاغراض البحث العلمي الرصين في موضوع الطاقه، في موضوع المياه، وعندنا مشاكل في موضوع صحيح الغذاء صحيح، في موضوع حقول جديده في العالم، في موضوع التكنولوجيا النانو تكنولوجيا يعني كما يتحدث الدكتور انه ما في لها سقف. اعطي مثال للجامعه الزيتونة في العام الماضي كذلك، واحد من 3 من الاردن هو الذي حصل على منحه فولبرايت لبحث علمي تقدم به في لهذه المنحة، وفقط يعني من الزيتونة ومن الأردن كلها 3، وهو الآن في ميشيغان ستيت يونيفرسيتي يجري البحث مع مجموعة الباحثين طب في يعني تمام معناته أنتم ما عندكم مشكلة مالية يعني لكن عندكم مشكلة من يتقدم ويقدم يعني أنا بتمنى مثل هذا الزميل الموجود الآن في ميشيغان، أتمنى أن يكون زملاء عددهم كثير من الذين ينالون المسابقة يعني ما تجرونهم المسابقات فيها أو من منح خارجية أو من بحوث يعني ما شاء الله يعني إحنا عشان يعني أنا ممكن هنا أتوجه في 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 الدعوة إلى أساتذتنا الأفاضل رؤساء الجامعات الوطنية كافة، عندما يتقدم عضو هيئة التدريس للحصول على منحة الباست دوك اللي هي الدكتوراه المتقدمة لقضاء سنة في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أو في أي دولة كانت من أرقى الجامعات اللي نسميهم التوب 100 الأول أفضل 100 جامعة، أنه لا يكتفوا بمبلغ 25,000 دينار الذي يرصد صندوق دعم البحث العلمي لدعمه، وخاصة إذا كان لديه عائلة فبعض الزملاء يبدأوا يحسبوا فيها المغامر ما عنده مشكلة. أنا لما رحت حنبالي مثلا حصلت على فولبرايت ما سألت، سحبت حالي وخدت زوجتي وولادي وظليت طالع أعمال ريسيرش في الولايات المتحدة الأمريكية على منحة الفولبرايت. فقد يكون هذا جزء من الإحجام على الجامعة أن تقدم نسبة 50% أخرى من راتبه 75% بالإضافة وتعطيه حافز. على هذا الكلام دكتور عبد الله أنا مش وافقك، من الذي ذكرته قبل قليل في منحة فولبرايت صدرت قرار بصرف ما كامل راتبه اثناء وجوده في الولايات المتحده يعني هاي قديش يعني هذا يعني هذا قرار هذا على هذا, هذا وينفذ الان نعم. طيب ايش رايك يعني دعنا راتبه نختم بالكامل دكتور عبد الله ب يعني ما القادم يعني ويعني بعجاله يعني كيف ممكن ان نصل بالجامعات الاردنيه الى مصاف يعني قريب من مصاف الهاد في موضوع البحث العلمي يعني يمكن في جمله حكيتها في اثناء الحديث قلت لك اذا بقينا على هذا الخط لن نكون في ضمن 500 جامعه في العشر سنوات القادمه، وبالتالي يجب انه على الجامعات فعليا الان تحط خطه واضحه اكشن بلان، مش حكي استراتيجيات، خطه واضحه عمليه انه انا بدي خلال هذه السنه يكون عندي منشور في مجلات علميه عالميه امباكتد 100 بحث علمي. لما بقول انا عندي 1000 عضو هيئه تدريس مش كثير اني اطلب 100 بحث علمي منشورات صحيح في صحيح مجلات علميه عالميه. في مثل هذه الحاله خلال لما 5 سنوات بكون عندي 500 بحث علمي للجامعه، هذه كافيه ان تنقلني نقله نوعيه مباشره الى 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 مصاف الجامعه. صحيح صحيح بنفس الوقت
على الجامعات أن تركز على موضوع مراكز التميز والإبداع والإنكوبيترز، الحاضنات العلمية لطلبتها المتميزين، حتى أنه فعليا نقدر نبقى نحافظ على خريجي جامعاتنا في السوق العالمي. صحيح صحيح. لأنه مش أنا بس أعطيه الشهادة العلمية وبالتالي عندما يدخل إلى في منافسة للحصول على وظيفة يجد نفسه وإلا أنه في آخر المصاف. الجامعات الخاصة يعني مادة الدعم المادي على عجالة. أنا على عجالة في هذا الأمر. أنا أشاركك الرأي، وفي جامعة الزيتونة نحن نقدم الحوافز المالية للباحثين، ونركز على أن هذا الحافز المالي لا يأخذه إلا إذا نشر في مجلة علمية متخصصة ولها امباكت فاكتور معروف في 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 مجال البحث العلمي. هذا أما الذي ينشر في أي مجلة يمكن أن أحرمه من هذا الحافز. صحيح. أريد أن يكون البحوث أن تكون موثقة ومدعمة في مجلات امباكت. نعم. يعني أعزائنا المشاهدين أعتقد قدمنا وجبة ساخنة وهامة في قضية ملف البحث العلمي الذي لا زال أمامنا سنوات كما تحدث الأساتذة الأفاضل حتى نصل إلى مصاف الدول العالمية، ونحن جميعا نأمل بذلك. نشكر ضيوفنا الأفاضل الدكتور عبد الله سرور الزعبي والدكتور رشدي الحسن، شكرا لوجودكم. شكرا لكم. شكرا لكم وشكرا لمحطتكم الناشئة، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. شكرا. والتقدم. أهلا وسهلا. الله يسلمك. شكرا. هلا. أهلا.